بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية في الفقرة الفقهية عن فرائض الوضوء، وقلت إن فرائض الوضوء التي وردت في الآية بزيادة النية في أولها أو الترتيب في آخرها أو دلك أو الموالاة كما اختلف الفقهاء في هذا. السنن بقى، إيه هي سنن الوضوء؟ ما كان منه صلى الله عليه وسلم في وضوئه؟ سيدنا النبي كان بيتوضى إزاي؟ كان بيعمل إيه في الوضوء؟ أول سنة من سنن الوضوء التسمية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند غسل الكفين، أول ما تيجي تتوضى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر. نمرة واحد التسمية، نمرة اثنين السواك، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. نمرة ثلاثة غسل اليدين إلى الرسغين، ده اسم الرسغ اللي هو مفصل الكف، غسل اليدين إلى الرسغين لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، يعني إيه؟ يعني غسل كفيه ثلاث مرات، سيدنا النبي غسل كفيه ثلاث مرات. نمرة أربعة من سنن الوضوء المضمضة، إنك تضع الماء في فمك ثم تلفظ هذا الماء ثلاث مرات، دي سنة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إدارة الماء وتحريكه في الفم، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. نمرة خمسة الاستنشاق، إنك تدخل الماء في الأنف ثلاث مرات. نمرة ستة الاستنثار، إنك تخرج الماء من الأنف، الاستنشاق تدخل الماء باليد اليمنى والاستنثار تخرج الماء باليد باليد اليسرى ثلاث مرات. نمرة سبعة تخليل اللحية الكثة، تاخد كده بعد ما تغسل وجهك تاخد شوية من الماء وتضع الأصابع داخل اللحية، تخليل اللحية الكثة، الكثة اللي هي الكثيفة. بعد كده تخليل أصابع اليدين والرجلين، انت كده اسمها تخليل، انك تشبك أصابعك كده وتدخل فيها الماء اسمه تخليل. لو لابس دبلة او لابسة دبلة او لابس خاتم او لابسة خاتم نحرك الخاتم او الدبلة، نحركه عشان الماء يدخل تحت هذا الخاتم أو هذه الدبلة، وكذلك المرأة أيضا تفعل هذا، تخليل أصابع اليدين والرجلين. أيضا من السنن التثليث، يعني التثليث إن هو يغسل الأعضاء ثلاثا، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن التيامن، تبدأ باليمنى قبل اليسرى في اليد، الأذنين مع بعض، الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، التيامن من سنن الوضوء ومن فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد، الصابع ده السبابة تضعه في داخل الأذن والإبهام من فوق الأذن وتمسح الأذنين ظاهرا وباطنا، هذا الصابع السبابة في داخل الأذن والإبهام من فوق، تغسل الأذن ظاهرا وباطنا بماء جديد، أو بعد غسل الرأس تغسل الأذنين ظاهرا وباطنا. والسنة في غسل الرأس أن تأخذ الماء، وأنت بتغسل رأسك في الوضوء تأخذ الماء وتضع الماء في مقدمة الشعر وتصل به إلى مؤخرة الشعر إلى القفا، ثم تعود به مرة أخرى إلى مقدمة الشعر، يعني هاخد المية بإيدي أضعها على أول الشعر وأوصل بالماء إلى آخر الشعر ثم أعاود مرة أخرى إلى الأمام. المرأة لا يشترط أن تفك ضفائرها لا في الوضوء ولا في الغسل، وإنما تغسل شيئا من شعرها في الوضوء. أيضا من السنن إطالة الغرة والتحجيل، قلت لكم الغرة بالنسبة للوجه ما زاد على غسل الفرض من الوجه،
والتحجيل ما زاد على غسل الفرض من اليدين والرجلين. يعني احنا في الوضوء هنغسل الايدين لغاية المرفقين، لو هو زود فوق المرفقين لا مانع. قال صلى الله عليه وسلم: تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أيضا من سنن الوضوء الاقتصاد في الماء. سيدنا النبي مر على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الوضوء، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالقليل من الماء صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من ضمن السنن الوضوء الدعاء أثناء الوضوء. أقول إيه؟ وردت أدعية كثيرة تقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. تقول: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. الحمد لله على الإسلام ونعمته. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن قال وهو يتوضأ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. دي سنن الوضوء التي فعلها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتمسكين بسنته، وأن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.